محطتنا هلا بتهم كل سيده وكل صبيه، رح نتعرف على موديلات جديده من الاكسسوارات ونحكي ايضا عن اكسسوارات وتصاميم اخذت الطابع الشرقي. مع ضيفنا بالاستوديو مصمم الاكسسوارات وائل دقماق. صباح الخير وائل. رمضان كريم. اهلا وسهلا فيك. يسعد صباحك وائل. صباحك. قد ايه صار لك يعني عمرك صغير، قد ايه صار لك بهذا المجال؟ حاليا صار لي شيء 4 سنين تقريبا شغال بالمصلحه. تمام. تفصيل يدوي على ايدي كله طبعا. صار لي 4 سنين فعليا. نعم. وائل يعني شايفين مجموعه من التصاميم بالاكسسوارات هي صناعه يدويه. خلينا نحكي يمكن عن كيف بتم صنع اي شيء بتحب. خلينا مثلا كيف بتم صنعه، كيف بتم نحتها، كيف بتم حفره. اول شيء هلا هي بتكون عباره عن صبه نحاس. فينا نمسكها هيك؟ بنحط هيك. تمام. اوكي. بنحط صوره الشيء اللي بدي اسمه انا، مثلا هاي الخريطه بحطها على النحاس بطبعه ونشر. نعم. يدوي حيكون. نعم. خلينا نشوفها على الكاميرا. على... تماما. تمام. يمكن كمان في كتير قصص بتعملها. هي مثل مسبحة. مثل كمان صبت نحاس مع الخرز. مع مسبحة. تمام. مع مسبحة. هي مسبحة بتجي على اسم شخص اللي هدية حابين يهدوه اياها او شيء، أو محفورة عليها كمان. تمام. محفورة عليها أبو عاصم مكتوب. من أين تجيك الأفكار؟ الأفكار هي يعني على النت، بتعرفها لكله شغل على النت، فبنحب إنه نشوف. خاصة عم تحفر أسماء أشخاص أو شيء شخصي كدو حلو. تمام. على في أغلب شيء عم يصير هدايا مع هدايا هيك الشغلات. وبتبيع على النت كمان. تمام. على النت. على النت. آه حلو. عبر الفيسبوك. فيسبوك وإنستغرام. حلو. قديش مهم يمكن لكل حدا قاعد بالبيت او ما عم يلاقي شغل انه عن طريق الفيسبوك صار فيك تتواصل. تمام. مع الناس صار فيك. هو صار في له بحر واسع بهالشغلات. بتحب تحكي لنا عن قطعه ثانيه وائل؟ هلا في هيك سواره مثل شخص هديه او هيك رزنامه. هي شو بيعملوا فيها الرزنامه؟ هي رزنامه على حسب عيد ميلاد الشخص اللي مثلا هديه انت بتحبيه لهذا الشخص، فبيحطوا له الشهر تبعه والتاريخ بالمكان اللي هن بدهم اياه. وممكن تنحط مع بورتكلي او سنسال. اوكي. تمام. كمان في شيء بصمه او شيء؟ ايه هي بصمه شخص حدا يعني ما رح تبين يمكن كثير. تمام. فيها بصمه واسم الشخص. غريب. تمام. شغله. خلينا نحكي كيف تاخذ البصمه. هلا هي بصمه على مثل البصمه هي العاديه، تاخذ بصمه الشخص وتنحط على النحاس مثل ليزر بتجي بتاخذ حركة البصمة وتنتشر هون، وهي الاسم تبعه. وائل كيف بتأمن المواد، آلية العمل، كيف عم يطلع معك هذا الشغل؟ يعني هذا الشغل المتقن. هلا هي أنا بعتبرها مثل إنه مجهود شخصي، يعني أنا بحب إلي مراق بهالشغلات، فأنا تعودت عليها من زمان. تستخدم يعني. أشياء قديمة عندك موجودة بالبيت تاخذهم تستخدمهم؟ أشياء قديمة. هلا في شيء محل أبي الله يرحمه، فحبيت إني أنا أطور هذا الشيء واشتغلته. كنا نشتغل فيه بالذهب، قلت عن حاس لأنه هلا بتعرفي الأسعار ارتفعت، فالشيء عم يميل للإكسسوار أكثر من الذهب. نعم. عم نشتغل وإعادة تدوير القطع، يعني إذا في قطعة ما انباعت أو قطعة صار لها زمان. تمام. عندك بتعيد تدويرها؟ أي قطعة، أي قطعة هي في إلها طبعاً في شيء بنقام منه وبنكب، بس هذا الشيء اللي على الكاب ما منكبه منقيمه منصبه بنرجع بنسحبه مره ثانيه لحتى يطلع صبه نحاس كامله ونرجع نحن بنحفر عليها من اول جديد. في نمره سياره كمان؟ في نمره سياره كمان شخص فورا ليا شافتها. حلو. حلوه هي. وين ممكن شو ممكن نعمل؟ هي برتكلي مفاتيح. اكيد ما راح اكيد طبعا اكيد ما حنوصل لهالدرجه. طب قد ايه عم ياخذ الوقت معك لتنهي كل قطعه؟ قد ايه بتاخذ القطعه؟ تقريبا على حسب بقى شغله، على حسب حجمها. يعني انا بشتغل كمان كفرات موبايل، هذا ياخذ بتشتغل اكبر من هيك. تمام. في قياسات بشتغلها كبيره، يعني في القياسات الكبيره بتاخذ معي 6 ساعات تقريبا. نعم. قطعة الواحدة. اما هيك قطعة تقريبا شي ساعه نص ساعه على حسب القطعه. وائل احكي لنا كيف من وين بتستمد الافكار وقت بتاخذ الفكره؟ انت بالبيت عم تشتغل هذا الشغل؟ بالبيت. كيف هيك جهزت ببيت مكان انك انت مكان صغير بخصك لو انت تبلش فيه تعمل خطوات يمكن بادوات بدائيه؟ لا تمام. هي مثل ما قلت لك انا اخذت الفكره عن ابي، يعني انا الشيء اللي كان عندنا بالمحل امته حطته عندي بالبيت، شيء كان بسيط وانا كبرت شوي شوي شفت انه الشغل كثير ماشي وانه الناس عم تتعلم منك لحالك. تمام. مني لحالي انا شفت الشيء عم ينطلب هذا الشيء الهاند ميد تفصيل يدوي،
حبيت اني انا اطوره اكثر واكثر، عم جيب شغلات انه ما في منها هون موجود وعم بشغله وعم بيع منه. وإلا شاركت ببازارات؟ قدمت المنتجات؟ شاركت ببازارات بالنادي الشرق، شاركت مره واحده، وهلا في بازار ان شاء الله بقصر ياسمين مدينه الشباب. نعم ببلش الخميس. نعم، وكيف الشغل عم يكون؟ عم يكون في تواصل معك؟ لقيت صعوبه بالتواصل مع العالم او مع الصبايا اكثر؟ هلا مو هالصعوبه كمان، بس انه هي مثل بدها عمليه ترويج للقصه، بس يعني بتعرفوا انه كل شيء شغال على النت، يعني اكثر شيء على الفيسبوك كله ماشي هيك. كان مناسبات خاصه ليا بتواصل معه الشباب والصبايا؟ حتى اغلبه هدايا، يعني هدايا مناسبات خاصه عيد ميلاد او هيك شيء. نعم، انا بدي اتمنى لك التوفيق يا وائل بهذا الشغل المتقن اللي عم تشتغله بالرغم من صغر سنك، وان شاء الله هيك بتوصل لشيء بدك اياه وبتحقق اهدافك فيه. شكرا لوجودك معنا وائل، شكرا كثير وموفق يا رب، وان شاء الله بنشوفك بحلقات جايه مبدع بشغل اكثر واكثر. ميرسي كثير لك ليا، مشوارنا